مشاركة دولية واسعة وحضور اقتصادي أجنبي متميز يشهده معرض دمشق الدولي بدورته الستين، ويعكسه تواجد الشركات الأجنبية على اختلاف مجالاتها المتطلعة إلى السوق السورية كمستقبل استثماري واقتصادي وتجاري واعد. أسعد أن يشاركوا السنة بالمؤتمر هذا عشان يباركوا للشعب السوري ويباركوا لسوريا ويتشكروا المساعدات الاستقوية هون. السنة الماضية كانت المشاركة تبعنا ب 12 متر، هاي السنة مثل ما كنتم شايفين 100 متر أخذنا، وإن شاء الله السنة الجاية رح يكون كمان على مستوى أوسع. كتير معجب بالشعب السوري، إنه شعب كريم ومضياف وشعب له حضارة قديمة. نحن قد ما حكينا بالنسبة للدورة هاي اللي شاركنا فيها دورة الستين بالمعرض دمشق الدولي يكون مقصرين، لأنه معرض دمشق الدولي هو نافذة لتوجيه الحضارة السورية البحتة بسوريا للعالم كله، ونحن بدنا نكون هاي نافذة للإعلام يعرف العالم كله قديش سوريا هي فيها بلد تنبض بالحياة، ونحن نتمنى نطلع أنه يكون الأكثر من هيك إن شاء الله. عندنا مجموعة منيحة من الشركات الهندية، الأعداد الحالية الموجودة هون حوالي 20 شركة تمثل الكهرباء بشكل أساسي، كيبلات، محولات، إكسسوارات كهربائية، خواطع، مكثفات بالنسبة للكهرباء. في عندنا شركات جايبة مواد غذائية مثل الرز، السمسم، مواد تانية. هلا هو عملية عبارة عن تعزيز التعاون بين الهند وسوريا، والأساس إعادة إعمار سوريا. الجاذب الأساسي هو الاستثمارات، والسوق السوري حاليا بيقدر يكون حاضن لهيك نوعية من الاستثمارات. حاليا مشاركين ب 12 شركة، تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو قسم الأدوية، القسم الثاني قسم المواد الكيماوية، القسم الثالث هو قسم الأغذية، والقسم الرابع هو قسم الآليات. سوفيا سوف تعيد إعمار كل ما دمروا الإرهاب والمخربين والمسلحين، يعني فرصة كبيرة للاستثمار وفرصة كبيرة للربح. والدليل على ذلك اللي شايفينه نحن حاليا بالمعرض، يعني المعرض حاليا عم بيثبت أنه الشعب السوري والدولة السورية هي دولة قوية لا يكسر الإرهاب ولا يكسر تحديات الغرب. وتشارك في الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي 48 دولة، 23 مشاركة رسمية و25 عبر الشركات والوكالات.